السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. اليوم يا أخوان عمر البط البري صار 32 يوم، يعني شهر ويومين. وبعد قررت ما يطلع من هاي هذا المكان اللي سويته الحين، يعني اتخذت قرار بعد ما يطلع، يعني ما ناقصهن شيء. هاي مكان راقي ومايهن هذا يسبحن بيه واكلهن، شو يريدن بعد؟ اللي يطلعن يفترن. البارحة راحن من هنا 4 ثواني، يعني ثواني قعدت ابوعب بالموبايل اقلب بيه، كان كلهن يمي ثواني. اتصل علي صديقي توستن هذا الدنماركي، كان طالع بسوبر ماركت، اتصل علي قال لي منقص من البشوش، قلت له ما ادري خلنا نشوفهن. باوعت منا قال لي هو واحد، قال اتصل بيه سادس بيت عني، سادس بيت من حدائقكم تشوفوا ايش اخبارها، يعني عابر هاي الحديقة كلها وعابر ذاك البيت بالسيارة البيضة وعابر ذاك البيت طالع منه شوي لورا الشجرة وعابرات لورا. لقيت هنا 4 هن ما يروحن، خابروا علي مباشرة قالوا له ذن البطوط مالاتكم يمنا الكوم، لو ذن مال برية ما بنات هن ما منتبهات لل حلقات برجيهن. قال لك بطات بط عندنا بالحديقة، فرحت جبتهن اجن وياي قبل، يعني هنا يندلن المكان، بس يعني هو طير بري طير بري وتخليه مهدود، وهنا شجيرات واشجار وادغال وغابات وفي صايرة هوسة هي. على كل حال مالي خلقهن وراح اثبتهن هنا، والبارحة هنا باتن، يعني صراحة قلت خليهن هنا وحظهن. اذا اجاهن ثعلب هن بعد قسمته صارت، واذا سلمين مو مشكلة، يمكن البارحة سلمين غير يمكن راح يبقى هنا ما عليهن شي. على كل حال ظلن ما يطيعن ما يدخلن، البارحة هن ما دخلن بذاك البيت وظلمت الدنيا وهن ما يدخلن، فدخلتن هنا 6، دخل 6 هنا اجن طبن على الماي والاكل، واثنين لزمتن بيدي يلا دخلتن. فهذا المكان افضل الهن، هسه هذا اول يوم هيك يسوون، مرة مرتين يبطلن يستقرن. هذا ماي هنا هسه كانن يسبحن كلهن سبحان ونشفن نفسهن على الشميس، هذا اكلهن بعد شي يريدن، بس اطلعهن داحن. تجيبهن قدامك غير كون يمشن غير كون ينجمعن، لا هن دفاعهن هذا سلاحهن دفاعي يطشرن، كل واحد يروح بجهة، هذا سلاحه، هذا بعد هو أي شي بري يتفرق، خاصة هي الأفراخ، لأن ما تطير سلاحها الوحيد تتفرق وتختل. أوكي بيهن جاي شوية شوية يطلع صوت الأنثى، مرات يعني يطلع صوتها. بس هذين الاثنين هن النسايا هاي وهاي، وذين الاثنين والله يمكن 2 أو 3 في حلة.
لا جوعانات ولا عطشانات، بس مجرد يريدن يسرحن بالأرض. والبارحة الستة دخلتهن، يعني شلون ما تقول خدعة، جبت هذا المحراث اللي اقلب بيه الارض حتى تطلع حشرات، ودخلت هناك وظلت اسوي نفسي يعني شلون ادور الحين حشرات ديدان الارض، فدخلن وراي بس اثنين ما دخلن، واحد طلع من هاي الصفحة واحد طلع من هاي الصفحة، هيك راح منا. كل ما يكبرن تقل طاعتهم، كل ما يكبرن تضرب عتن الغريزة البرية. اكو مرة دنماركية اشترينا من عتها السمانات العام، رحت لقيت عتها فرخ مال طبان، انا بكتها هم كان عندي طبان بس راح من عندي، ورا ما راح رحنا لقينا فرخ صغير بعد الطوق الابيض مالته ما طالع برقبته بالحديقة وياكل من الايد، وشقد حلو. قلت لها شنو هذا؟ قالت هذا طاح من الشجرة وانا ربيته تربية يد. قلت لها ما تبيعين انه؟ قالت لا هذا مو للبيع، هذا للحرية، باقي هنا شو وقت ما هو بكيفه، يعني لقيناه يطير وعلى الشجره مال الكرز، على شجره التفاح مسويت له هي مكان يوقف عليه، ووكلت ميد. هي قالت لي ما متعود على الناس الغربه، ما راح يشرد من عندك. رحت له على كيف وطيت اكل، ظل ياكل من ايدي حتى هي تفاجات، قالت يخاف من الناس. قلت لهم انا مربيهن واعرف شلون اتعامل وياه. ذاك اليوم يعني مر على القضية سنة، ذاك يوم خابرناها ما أدري من خابرها، سألها ها عند فقاسة اللي يخلي بيض، سألها كم يوم وما أعرف شو ياكلن الأفراخ، هم ما طلع عنهن البيضات. قلت لها ممكن أسأل السؤال؟ قالت إيه قول. قلت لها هي تسميه إيب ذاك الطبان الزغير. قلت لها إيب وين صار؟ قالت موجود لحد الآن بالحديقة، وزوج نثية طلع فحال بس ما يتقرب ولا أبد ولا يوصلن، ياكل بالحديقة شوية عنه بس لا يوقف على الإيد لا يخلي واحد يوصله، موجود بالحديقة ويتقرب أفضل من الباقيات الطيور البرية بس ما يسمح لأي واحد يعني يتقرب له زايد. ليش؟ طغى عليه الطبع البري. ذني نفس الحالة، إش ما يكبر يدرك، إش ما يكبر وإش ما يتعلم عليك يطير مرة مرتين يروح ويجيك، بعدها يروح بعد ما يجي. وسويتها ويا الحمام الطويرني، اكبيهم يسمونه حمام الحضرة، واكب يسمونه طويرني، واكبيهم يسمونه انواع الاسماء. اي هم ربيتهم، جبتهم هم بيض من كان عندي، قبل كان عندي حمام هواي، خليتهم جوا الطيور وكبرن هن والدلم، وزقتنه الطيرة مالتي وكبرتهن، قامن يطيرن ويا الطيور. الدلم لا قام يشرد يجيني من الصبح، هاي هسه سمع صوتي يا قوقتي ام الطوق الاسود، قامن يشردن يجين من غبشه، زقلهن الطيرة مالتي ويطيرن. الى ان قامن ياكلن بعد ما رجع، لا عرفن طيرتي ولا عرفن البيت اصلا. وذاك الطويرني الازرق بالقلمين حمام الحضره،
لا قامن يطيرن ويا الطيور وينزلن وهن فراخين وصن يطيرن ويحطن يطيرن ويحطن يمكن بقى اسبوع قامن يشردن ساعة ساعتين للساعات ويجن بعدين قامن يشردن النهار كامل ثاني يوم يجن بعدين قامن ثلاثة ايام يلا يجن اسبوع يلا يجن والروح اروح بعد ما رجعن. فهو هذا البري هذا طبعا لان هسه انا بعد ما ادري ما اعرف شنو اطلق هنا خليهن يروحن للبريه بعد ما انا لما يظلن يطيرن الف راي ممكن اتركهن وخليه يروحن لان هنا أنا ما بهن كل فايده باوروبا لا الهين هوات لا الهن ناس مهتمه يعني الهن لا ينباع لا ينشرن لا ينباع بيضهن لا ياكلوا لا يعني مثل هيك يعني باوروبا ذني بس موسم الصيد يصيدوهن الصيادي بالنسبه لي ما اقدر اذبحهن واكلهن لو يبقن بس هن ما اعرف شنو كاتن الجوع شنو مثل باقي الناس يركضوا ورا حمامه ورا حصاتها وشواها واكلها وها هي انقطع الجوع ماله صايبه قحط حمامه او يعني الطبانه يعني كاتن نفسه جاي اشوف بالفيديوهات لا لاني اخليهن لو اخليهن يطيرن لو اخليهن انا اربيهن يعني عندي هيك هواي لا اكثر اذا شفتهن مضره مو نفع لا والله اقلهن توكلن وروحن اذا مليت من عتن هن بالنسبه الي مضره مو نفع بالنسبه الي تعب بدون فائده يعني بس انا لا هواي لا اكثر ولا اقل لي انطير بري اشوف اذا مليت من عتن وجزعت وشوف بهن ما يعني ها هي انتهت الونسة مالتهن اخليهن يروحن لان اول شيء هذا انا مو بيتي مو سكني وارد ارجع يعني انا والله اليوم مفكر اليوم ارجع للشقة مالتي اليوم يمكن ارجع واحد ما يرتاح اذا مو ببيته ما يرتاح اذا مو ببيته يعني انا هذا الرجال مسلمني نسخة من المفتاح مال البيت ويعني عبالك البيت بيتي يروح الشغلة يجي ما يطلع ما له علاقة بي ايش اريد اسوي ايش اكل ايش اشرب يعني ماكو قصور بس واحد ما يرتاح اذا مو ببيته اوكي مثل اعتقد هيك يقول رحت لامريكا وجيت مثل بيتي ما لقيت واحد ما يرتاح اذا مو بسكنه فذني ما زال ما مربيهن عندي واشوف ما بيهن فايده اعتقد بعد ما مقرر من انا ما يظلني يطير انا اشوف خليهن يروحن يتوكلن ما عندي شي وياهن لو خليهن وياي بعد من الحد الان اني بين انا لو ببيتي سكني شا خليتن مثلا يطيرن ويرجعن شوي يتونس عليهن ورا فترة خلي يروحن ذا ارذن يروحن هن مالي شردن مباشرة لا راح يروحان ويرجعان يروحان ويرجعان ويمكن يطولن يعني زين هذا صاحبي ذاك يوم قال لي انا بس تلقى لك سكن هذا الشرك كله شيله لا تخليه هو اهم شيء عند الوريد والحديقه مالته هسه سامنا داست المردت زين ذني ياكلن اكل مو طبيعي ياكلن اكل مو طبيعي مكان هذا القعده كانت هنا اشوف وسخنها خربانها يعني مكان الرجال بيته على كل حال
والله ما ادري، واحد يتقيد في الشغلات، لا يقدر يطلع لا يقدر يمشي لا يقدر. وهذا خاصة اذا يعني ما يمشن وياك مثل ما تريد، تريد تدخلهن تريد تطلعهن تريد، يعني اذية. كل ما بالأمر اليوم في أمان الله.